وجدها تحمل الكثير من الندية والمتعة داخل مستطيل الشرطة الذي شهد مباراة الجولة الثانية من دوري كرة القدم الممتاز. الشوط الأول الذي لم يصبر فيه المضيف على ضيفه ليعلن عن حماسه وعظمة أدائه لحصد النقاط الثلاث التي قيد بها أفكار النفط منذ الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب زيد خلف، ولم يكن الهدف الوحيد كافيا لتهدئة أعصاب الأخضر، بل كان الهدف الثاني هو ورقة الاطمئنان التي رفعها اللاعب نفسه في الدقيقة 41 ليضيف الهدف عنصرا قويا ينهي به هذا الشوط من دون أي هدف للنفط. الشوط الثاني الذي حضره الشرطة وهو الأقوى بعد أن بدأ النفط بأداء أكثر ضعفا من الأول، بينما الشرطة فكانت خطواته تعلن عن وجود هدف ثالث ليحصده من ضربة نفذها بنجاح عباس رهيب في الدقيقة 82، المباراة بعد هذا الهدف بالفوز بالنقاط الثلاث التي تركت الضيف يودع الأرض وهو خالي الوفاض. زين الخطاب، العراقية، بغداد.